راهب جديد صغير يمشي بخطوات ثابتة نحو القداسة. ميخائيل بيريليا يبلغ من العمر 12 عاماً، ولد في جزيرة كريت وعاش في روما. والدته كورينا ووالده ديمتريو من روما. لديه أخت تدعى رافاييلا وشقيقان آخران نيكولاي وجابرييل أصغر منه. ساعد مايكل الأسقف سلوان من روما في خدمة القداس الإلهي مذ كان عمره أقل من 5 سنوات. وحين رأى الوالدان الباران ابنهما في غاية الفرح والسرور أثناء خدمة القداس معبرا عن شوقه المتقد لخدمة المسيح، وافقا على أن ينتقل إلى الجبل المقدس في آثوث اليونان في العام 2016 ليعيش حياة الرهبنة في دير إيفيرون المقدس.